أصلي معكم أي الأحباب، والتحية لكل الذين ينضموا إلينا الآن مشاهدة عبر هذا المساء على فضائية الخرطوم. أهلا بكم، ونحيي مرة ثانية المرأة السودانية على وجه التحديد بمناسبة هذا اليوم الذي يخص المرأة في كل مكان. نحن أيضا سعداء أن تكون فقرتنا الثانية مع الدكتور أحمد حمد إبراهيم الفايق، عميد كلية علوم الجغرافيا والبيئة جامعة الخرطوم. مرحبا بك دكتور أحمد، وكل عام وأنت بخير، وكل سنة والمرأة السودانية في تقدم وازدهار. أهلا، مرحبا بكم، وشكرا جزيلا لقناة الخرطوم الفضائية على هذه الاستضافة. دكتور أحمد، بداية حديث عن اليوم العالمي وللمرأة، وبالتأكيد أنت يعني ابن ريف وخاصة كردفان الحبيبة أم خيرا جوا وبرا، يعني الحديث عن المرأة في حياة الرجل، المرأة في حياتنا نحن، وعلاقتها بالتربية بأشياء كثيرة جدا، يا ريت نديها حقها برضو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الوالي الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه مع أتم التسليم. في الحقيقة نحيي المرأة السودانية، ونحيي المرأة في الريف، ونحيي أمهاتنا وحبوباتنا كما انتهت هذه الفرصة، وأيضا أحيي زوجتي وأحيي بناتي سارة والريان. وفي الحقيقة المرأة لها مكانة خاصة، هي زي ما احنا نقول إنها هي الحبوبة، وهي الأم، وهي الزوجة، وهي الإبنة، وهي تساهم أيضا في المجتمع بشكل كبير جدا. وبالذات نحيي بناتنا الموجودات في الريف إن يتحملن الكثير، يعني لأن الحياة الريفية في السودان هي حياة إلى حد كبير صعبة. نحيي المرأة في الريف لأنها تساهم في الإنتاج الزراعي، وتساهم في الإنتاج الحيواني أيضا، وتساهم في حتى الأعمال اليدوية، فالتحية لها في هذا اليوم. دكتور أحمد، أدخل بك للموضوع اللي من أجله نحن مستضيفينك، كلية الآداب والحديث عن جسم الجغرافي اللي أصبح الآن بعد التطور الكبير لهذا القسم كلية علوم الجغرافيا والبيئة، الحديث عن هذا القسم وما كان يقدمه قديما وميلاد كلية جديدة، يا ريت نتعرف عليها. البداية كانت متين، الفكرة، الدوافع، والنتائج الآن. في الحقيقة قسم الجغرافيا هو طبعا جزء من كلية الآداب، وظل انه هذا القسم يصعب الكثير من طلاب كلية الآداب، ولكن نشأت الفكرة لدى الأجيال قبلنا، يعني الأساتذة قبلنا لفترات فكروا في تطوير قسم الجغرافيا إلى كلية علوم الجغرافيا والبيئة. وفي الحقيقة هي الفكرة بدأت منذ السبعينات، الناس يتحدثون عن تطوير قسم الجغرافيا إلى كلية علوم الجغرافيا والبيئة، واجتهدوا ناس كثيرين من أجل تطوير هذا القسم لكلية. وأنا بذكر بعض الناس على سبيل المثال الحصر، منهم مثلا بروفيسور مهدي من التوم، بروفيسور جلال الدين الطيب، منهم تقريبا الدكتور حسن عبد العاطي، دكتور حسن المنقوري، واجتهدوا كثيرا في تطوير القسم لكلية. ولكن نحن نقول أنه لكل أجل كتاب، هذه مسألة تمت في العهد الأخير ده، وبوجودنا نحن الأساتذة الموجودين في الكلية حاليا، ولكن كل الناس ساهمت مساهمة كبيرة جدا ومساهمة فعالة في تطوير هذا القسم إلى كلية، والآن أصبح كلية علوم الجغرافيا والبيئة. نعم، طيب لو ربطت ما بين البيئة والجغرافيا، البيئة عند دكتور أحمد الفايق في الدودية، في كردفان الحبيبة، في الريف، والحديث عن الصور المنحوتة في ذاكرتك في بيئتك الريفية اللي انت عشت فيها، والآن العلوم اللي انت درستها والخاصة بالجغرافيا، أحاول أربط ما بين النظري والمعايشة منذ الطفولة. في الحقيقة أنا شخص نشأت في 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 الريف في كردفان، وفي فترة الطفولة يمكن البيئة صراحة